سلام معكم ياسمينة اليوم جيت نشارك معكم اون ريسيت زوينه بزاف وصحيه سورتو اللي هي لي موفين اللي غادي نصوبهم اباز دو فلوكون دافون والتفاح والقرفه والزبيب دونك هما كيجيو لذاذ بزاف كما قلت لكم صحيين وكيشبعوا بزاف يمكن لكم ديروهم للفطور ولا للغوتي ولا تعطيهم لوليداتكم يديوهم للمدرسه حتى هما غادي يعجبهم بزاف جو سوي سور دونك غادي نبدا بكاس كبير ديال الطحين ديال الشوفان يمكن لكم تشريوهم طحون ولا طحنوا الشوفان غير في الدار سا ريفيان بوكو موان شير غادي نزيد خنيشه ديال الخماره ولا لوفور شيميك معلقه صغيره ديال القرفه غادي نخلط لي زانغريديون اللي ناشفين قبل ما نزيد عليهم لي فازكين دونك هنا غادي نزيد لا كومبوت دو بوم دونك هادي صوبتها في الدار بلا سكر سهله بزاف دونك عندي كومبوت ديال التفاحه وحده غادي نزيد لها بيضه غنزيد انفيرون 100 مليليتر ديال سيرو ديرابل ولا ديال العسل الا بغيتيو وديروا نتوما عينيكم ميزانكم على حسب شحال بغيتيهم يكونوا حلوين غادي نزيد حفينه ديال الزبيب الزبيب كيجي زوين بزاف مع القرفه والتفاح ولكن بيان سور سي اوبسيونيل الا ما كانش كيعجبكم يمكن لكم ما ديروهش غادي نحرك مزيان دونك هنا بان لي بلي العجينه ديالي جات شويه ثقيله دونك جي ديسيدي ان نزيد لها شويه ديال الزيت ولكن بيان سور باش يبقاو صحيين اختاريت انني نزيد لهم زيت ديال الكوك ولا الويل دو كوكو درت 3 د المعالق كبار الا ما كانش عندكم الويل دو كوكو يمكن لكم ديروا الزبده دو بون كاليتي ولا تزيدوا الحليب باش تجريوهم وزدت حفينه ديال الكركاع غادي نخلط اون ديرنيغ فوا دونك العجينه ديالي ها هي وجدات غادي نخويها في هاد لي مول اون سيليكون ديال لي موفين بيان سور يمكنكم ديروا مول كبير ديال الكيك عادي ولكن هكا ملي كيكونوا انديفيدوال سي بلو فاسيل انكم بحال دابا الا في الصباح كنتو مزروبين تهزوا حذاء وديوها معكم ولا تعطيوهم لوليداتكم الكوتي كندير هاد لي مول اون سيليكون حيت ما كيلصقوش الا كان عندكم ان مول اللي كيلصق من الافضل دهنوه بشويه ديال الزيت ولا ديال الزبده غنحاولوا نعمروهم كلهم قد قد دونك هنا جاوني خمسه كبار يمكن لكم ديروا سته ديروهم شويه صغار وبيان سور يمكن لكم ديروا لو دوبل ولا لو تريبل ديال لي كونتيتي باش يجيوكم كثر هما كيصبروا في الثلاجه حتى لسيمانه والا درتيهم في الكونجيلاتور يبقاو لكم حتى 3 شهور غادي نزوقهم من الفوق بان ميلونج ديال الزريعات يمكن لكم ديروا الزريعات اللي بغيتي ولا ديروا الكركاع ولا ديروا شويه ديال الشوفان ولا ما ديروا والو سي اوبسيونيل ديروا نتوما اللي يعجبكم دونك فوالا غادي ندخلهم للفران على درجه حراره 200 انفيرون واحد 20 ولا 25 مينوت ولكن حضيو معاهم من فوق كنخرجهم كيجيو هكا طالعين وزوينين بزاف غادي نخليهم يبردوا واحد 10 مينوت هكاك عاد نجبدوهم باش ما يتفرتوناش دونك من الداخل هانتوما غادي تشوفوا لا تيكستور كيجيو دونس و اون ميم طون كيجيو رطب وهشاش بزاف وفريمون لذاذ بزاف دونك جيسبر تعجبكم هاد لا ريسيت الا جربتيوها خليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير وما تنساوش ديروا جيم لهاد لا فيديو عافاكم الا عجبتكم وابوني فو لاشين ديالي سي فون ليت با انكور تبعوني حتى في انستغرام @thehappyplacewithyasmina حيت كندير بزاف ديال لي ريسيت اخرين خليتكم فرحت الله نتمنى نشوفكم في لا بروشين فيديو